نحن منتسبو سريه اولاد سريه الفتح باولاد بريك العربان من ضباط وضباط صف وجنود وقوه مسانده مقاتله، نعلن انضمامنا بكامل قواتنا وتجهيزاتنا تحت امره كتيب الستين مشاب بني وليد بامره عمر كنشيل تحت تعليمات القياده العامه للقوات المسلحه بقياده المشير اركان حرب خليفه بن جاسم حفتر، كما نعلن جاهزيتنا للتحرك في اي وقت وفي اي حين. والسلام نعم. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعم. نعم. الان ناتي الى سؤال، كيف جاء انضمام سريه الفتح الى الكتيبه 60 مشاة بن وليد؟ طبعا نحن انضمينا لهذه الكتيبه بناء على المعطيات التي امامنا. طبعا احنا الجيش الليبي منضم حاليا تحت امره سياده المشير أركان حرب، فنحن انضمينا بكل جاهزيتنا وقوتنا وعتادنا تحت أمرة هذه الكتيبة وتحت تعليمات قيادة المشير أركان حرب خليفة بن جاسم حفتر. نعم، أين هي أماكن تواجدكم الآن؟ تواجدنا بمدينة طبعا العربان بما بأولاد بريك، ونحن جاهزين في أي وقت في أي حين للتحرك تحت أمرة القيادة نعم. العامة للجيش الليبي. نعم، سيد أحمد حدد لنا موقع هذه المنطقة اللي هي أولاد بريك بالعربانة. أولاد بريك طبعا تقع بين منطقتي غريان وبني وليد، وهذه المنطقة طبعا شاسعة ولها مساحة حوالي 60 في 70 كيلومتر مربع، وحدودها تحدها من الشرق طبعا ترهونة، ومن الجنوب من الجنوب جنوب الشرقي بني وليد، ومن الغرب مدينة نسمة ومزدة، ومن الشمال طبعا تحدنا مدينة غريان وطرابلس. نعم، كيف هي أو كيف هو عتاد هذه الكتيبة وجاهزيتها من حيث الأسلحة؟ أنت تعرفي حاليا وضع الجيش الليبي أن وضع الأسلحة العدة والعتاد كانت قليلة جدا، ولكن نتحرك بما نستطيع وأن أقدر عليه. نعم، توفرت لدينا طبعا، احنا الجيش الليبي معروف أن ينقص العتاد، ونحن شاننا شان القوات المسلحة العربية الليبية. نعم، وهل لك أخيرا أن تحدد لنا عدد العناصر المنضمين إلى هذه الكتيبة من ضباط ضباط صف وجنود؟ طبعا القوة هذه السرية، طبعا السرية تبع كتيبة بني وليد، ويتجاوز عددها حوالي 35 عنصرا من ضباط وضباط صف وجنود وقوة مساندة اليوم أفراد مدنيون، ونحن جاهزون في أي وقت وفي أي نعم. أحمد البريكي الناطق الرسمي باسم سرية الفتح، شكرا لك، كنت معي من منطقة أولاد بريك بالعربان، شكرا جزيلا. لم تكتفي الجماعات الإرهابية بتدمير الدولة وقتل وترويع المدنيين فقط، بل فاقت كل سموم التفكير لزرع الفتنة، حتى أنها أصبحت تستعمل الأطفال وتستغلهم في أعمالهم المشينة من ذبح باسم الإسلام، والإسلام منهم براء. المزيد من التفاصيل تسرده لنا الزميلة صفاء الحاسي في سياق هذا التقرير. نحن قبيلة المحاميد ببرقة والجنوب الليبي، نحيي القوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها.